الحمد لله، السلام عليكم يوسف. ما هو سبب قلة البركة في المال؟ هل الحسد والعين يؤدي لذهاب المال بسرعة؟ هذا السؤال، يعني هل الحسد والعين يؤدي إلى ذهاب المال بسرعة؟ أنت نسيت في هذا السؤال نقطة مهمة. هناك شيئان يزيلان البركة من المال، شيئان يزيلان البركة من المال، خصوصا الشيء الأول الذي هو مهم أنت نسيته. الشيء المهم عديد من الناس غافل عليه. لماذا؟ أنا سبق وتكلمت، قلت لو كانت الأمة تستغفر كلها لم يكن عندنا هذا الغلاء الذي هو عندنا. ما معنى الغلاء الذي هو عندنا في مجتمعنا؟ غلاء المعيشة والحروب وغلاء المعيشة، ما معنى الذنوب والناس لا تستغفر؟ لو كانت الأمة العربية تستغفر لكانت البركة، وكانت يعني لم يكن عندنا الذنوب وتكون البركة في المال. يعني أنت نسيت نقطة مهمة وهو الذنوب، الذنب. الذنب الرقم واحد، والرقم الثاني العين والحسد. سأعطيك تضرب عصفورين بحجر واحد، عصفورين بحجر واحد، لحفظ المال ولزيادة الرزق ولغفران الذنوب. تلتزم بالاستغفار يوميا على الأقل 200 مرة. كان عندك مثلا في المنزل البركة ليست عندك في المنزل، فالشخص في المنزل إذا لم تكن أنت في شخص في المنزل ليس ملتزم، أو يقوم بحرام أو يدخل الحرام في ذلك المنزل، أو يقوم بأشياء حرام، فذلك المنزل يكون فيه الشياطين ولا تكون فيه بركة. هذا منزل على المنزل، على المنزل. وممكن أن تحتص بسورة البقرة ولو تقرأها مرتين في الأسبوع مثلا. سنتكلم عن العين. العين ممكن أن تؤثر على المال، تؤثر على الشخص، ولكن ما ممكن هو أن يحفظ لديه أسلحة. الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ممكن أن تحفظ رأسك من العين، تحفظ مالك، وتحفظ زوجتك، وتحفظ زوجك، تحفظ أبنائك، وتحفظ نفسك، تحفظ مالك وسيارتك ومنزلك. لديك أسلحة أنت غافل عليها. آية الكرسي، اقرأ 5 مرات قبل في الصباح، يعني لما تستيقظ اقرأ 70 مرة إذا استطعت، 70 مرة يوميا في الصباح، تحفظك وتحفظ عائلتك، تحفظ مالك، تحفظ صحتك من العين ومن الحوض، وتحفظك من أي شيء، تحفظ مالك. وإذا لم تستطع اقرأ 5 مرات وراء كل صلاة. إذا لم تستطع اقرأ 5 مرات في الصباح، اقرأ 5 مرات في الصباح كافية. سنذهب إلى الذنوب. الذنوب هما الرقم واحد ورقم أساسي يجب أن تضعه بين عينيكم. قبل أن تقول عندي عين وعندي سحر يجب أن تلتزم. كيف نلتزم يا يوسف؟ يوميا استغفر، يوميا استغفار. حاول أن تعتزل الذنوب ويوميا الاستغفار، الاستغفار 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 الاستغفار. الله يعيدكم، ليس عندك بركة في المال. الله يقول: يمددك بأموال، يمددنا بأموال، في سورة نوح: يمددنا بأموال، من يستغفر يمدده بأموال. هذا وعد من عند الله في سورة نوح. أنت تؤمن بالقرآن، التمتع، سبقنا تكلمنا على التمتع بالاستغفار، التمتع الحسن موجود أيضا، تمتع إدارة، تتمتع بحياتك وبمالك وبزوجك وبزوجتك باستغفار. تلتزم الاستغفار 200 مرة، قل عدد 200 مرة وراء كل صلاة، يعطيك 1000 في اليوم، 200 مرة وراء كل صلاة. ليس عندي وقت في الصلاة، استغفر 1000 مرة في جلسة واحدة في الليل، يوميا وقبل صلاة الفجر استغفر ما شئت، ما شئت استغفر 200، 100 مرة، 300، 400، استغفر قبل صلاة الفجر. مهم جدا الاستغفار قبل صلاة الفجر. الاستغفار سيغفر الذنوب. إذا غفر ذنوبك ستكون لك بركة في المال. أما إذا كانت متراكمة عليك الذنوب فأنت متراكمة عليك الديون. إذا كانت متراكمة عليك الذنوب فأنت متراكم عليك الديون، ولما تتراكم عليك الديون لن تكون عندك بركة لا في زواجك ولا في مالك ولا في صحتك ولا في مالك ولا في حياتك. كل شيء سيكون يعني بدون معنى، لأنك متراكم عليك الديون وهي الذنوب. الذنوب كي تمحيها يوم الاستغفار، الاستغفار. إذا استطعت استغفر اليوم كله، وإذا لم تستطع استغفر 200 مرة كل صلاة، وإذا استطعت استغفر 1000 مرة كل صلاة، على حسب اجتهادك. أنا قلت اجعل لك برنامج من الاستغفار، لأن الاستغفار يا إخوة، صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق، الاستغفار مهم جدا في حياتنا، كأنك تأكل. أنت تقوم بالذنوب يوميا. إذا أردت أن لا تستغفر الله فلا تقوم بالذنوب.
فقط. كيف تفعل هذا؟ لن تستطيع. تقوم بذنب في اليوم، ذنبين، 3 ذنوب، 5 ذنوب، 10 ذنوب، هناك من يقوم بالالاف ذنوب في اليوم، يعني ستفعل الذنوب. اذا انت مصر على الذنوب يوم، فصر على الاستغفار يوميا. اتبع الذنوب بالاستغفار تمحو الذنوب، فاذا محيت الذنوب فانت ستكون بركه لك في مالك وفي رزقك. والله يقول: وما كان الله معذبهم ويستغفر. العذاب يا اخوتي، العذاب ليس فقط عذاب جهنم، عذاب الدنيوي وعلى عذاب الاخره. عذاب الدنيا قلة في المال، وقلة في الأبناء، وقلة في البركة في الأبناء، الأبناء لا يسمعون لآبائهم، والمشاكل العائلية وكثرة وكثرة. العذاب يشمل كل شيء، العذاب في الصحة، العذاب في البصر، العذاب في قلة النوم، العذاب في كذا. يجب أن تستغفر. وما كان الله معذبهم يستغفرون. السير في الاستغفار، السير في الاستغفار. الشيطان يوسوس لك، الشيطان يراوغك. ماذا يفعل لك الشيطان؟ المراوغة. وأنتم تتبعون درب الشيطان، هو يراوغك، لا يريد أن يظهر لك الحقيقة. الحقيقة هي هذه، الحقيقة هو ذنبك والاستغفار. اتبع الاستغفار يوميا، قم بالطريقة لمدة معينة، ستنظر هل حياتك ستتغير. اتفقنا؟ هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.